السلام عليكم. هذه الغالية مثل هامل أم صلاح الدين، جا اليوم ما طار العيون الصحراء الغربية وردوه، ماشي ما خلاوني نشوف. مشيت للمطار وقفت كيف ذاك، ما خلاو نجي كون ذرعني، وخوه مطروح فراش يصفي ومشلول ومريض مطروح فراش، وردوه ذو اليهود ما يسوى ولا عادوا للعباد المغاربة، بوليس المغاربة ردوه ما خلاوني نشوف ولا خلاوني نجيب. وما هي الذي المرة الأولى ردوا فاتوا من مراكش، ردوا هو وخوته اثنين وعيال خوه واحدة من النرويج، ردوه في الشهر اللي سابق رمضان ذا العام الفات، وجابوا لي فوت شهرين وجابوا لي في صندوق ميت أبو الشيخ. ومنين جابوه ما خلاوه يرد مولي في العيون، تلقاوا له البرقاقة، تلقاوا له البرقاقة اللي ما قالوا إلا يرد في العيون لا يقوم الصحراويين، وردوه للطنطان ردموه سابق العشرة نهار الجمعة، ما خلاو اللي في مولي من الصحراء صحراويين ما خلاوه إليني يوعى باش يحضر، جاء يحضر له الغزو المغربي بمخازنيته وبوليسه شي يساعده، هذا اللي حضر له، وردوهم ولا إله إلا الله، هذا كانوا حق والله باطل، هذا يقولوا كاين حقوق الانسان في المغرب ما هي خالق، كاين حقوق الصحراويين ما هي خالق، وهذا لا اله الا الله، احنا عيينا من ذا اللي نحبس ولده يفتر ولا يشوف، واللي جاه ولده من البلد ما يشوفه، ما هذه الدوله اللي عاد ما هي هذا البلد اللي احنا فيه اللي بعد صحرتنا هذه اللي عاد نتحكم فيها المغرب نمرقوها نقيسوا بلادنا ثاني، عاد عندنا بلاد ثاني نقيسوا، حنا قايلين انه لا هذا بلادنا ولا قد حد يتحكم فيه، وضايق منين عادوا يتحكموا فيه لا اله الا الله، يجوا ولادنا يردوهم ما شفناهم، اللي الحكم يبتطي ويشيل الحبس ما يشاف، وهذا لا اله الا الله، هذا كانوا حق والله شنو هذا، ما الحقوق حقوق الانسان ما هي خالقه في المغرب، ولا اله الا الله، وكلنا عليهم مولانا هذا الغزو، وكلنا عليهم مولانا، منعونا من تركتنا ومنعونا من روسنا، ما تلينا قاع قدينا نعبر عن روسنا، إلا مشينا للبلاد نرتاحوا ولا قعدنا في بلادنا نرتعدوا، ورانا موكلين عليهم مولانا. مات في فرنسا كتلته عصابة من المغاربة راكب فوق موطور وتبعته ببوته وخبطوا، وضريك أخباره غامضة ما عرفنا ذو المغاربة اللي قتلوه ما عرفناه، وهو قطع عنه مغاربة اللي قتلوه، وضيك قاديته راهي غامضة مزالت، واختو دارت عليه محامي في فرنسا ومزالت ما عرفت أخبار، وكلنا فيهم مولانا وحرقوا كبدي الله يحرك بودهم.